ام جودي اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا بدعيه؟ عامله ازيك ايه؟ يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا ربنا، يا ربي يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا رب. إيه، انت والشيخ احمد والله العظيم. الله يخليك يا رب، ربنا ازيك يحفظك. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يحفظك يا رب. والله يا شيخ احمد انت غيرت حاجات كتير في قوي يا شيخ احمد، والله يا ربنا والله يجعله ربنا في ميزان هيغيرنا جميعا يا رب للاحسن. يا رب ربنا يصلح حالكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. امين يا رب. معلش يا استاذ احمد، يا استاذ احمد انا كنت عايزه اخد رايك في حاجه، يعني انا يعتبر انا في مصيبه يعني. اتفضلي تحت امرك. ماشي، انت بلا دعايه تكونوا معايا، يعني انا هقول لكم اللي انا فيه وانتوا احكموا. يعني قولي. انا متجوزه بقالي 6 سنين. ماشي ماشي. 7 سنين معايا بنت وولد. ماشي. فانا اتجوزت جوزي اول سنه حلو مفيش حاجه، بعد ما خلفت بنتي، انا خلفت بنتي على طول يعني. تمام. بدأ ان هو يضرب ويشتم وقل ادبه، وكان اقل حاجه يضربني واقل حاجه يشتمني، ومدخل اهله في حياتي واخواته في حياتي، بقيت اغضب مره واثنين وعشرة، وابويا يرجعني تاني. طبعا انا امي متوفيه وابويا متجوز، فيقول لي لا بيتك وعيالك، وكل ما حد يكلمني هتعيشي مع مرات ابوكي، انا اقول لهم يا جماعه انا عايزه اتطلق مش عارفه اعيش معاه. انت هتعيشي مع مرات ابوكي؟ انت هتعيشي مع نسوان اخواتك؟ لا عيش في بيتك، بنتك تتربى مع ابوها مش عارف ايه. فجيت رجعت طبعا لجوزي بدل المره 10، واتضرب واتشتم واتهان ويتكلموا في شرفي واغضب وارجع تاني. فانا طبعا جيت رجعت لجوزي، خلفت ابني تاني، ابني دلوقتي عنده 3 سنين. طبعا انا في مشاكل مع جوزي، مش راضي تخلص. جوزي بخيل في فلوسه، في فلوسه في كلام وفي مشاعر، بخيل في كل حاجه. ان هو بيضربني، ان هو بيشتمني، ان هو عايز عبايه ما يجيبليش حاجه، يا ابني عايزه حاجه حلوه ما فيش، وشايفني ان انا وحشه وشايفني ان انا كدابه، بس انا اقسم بالله انا مش كده خالص. شايفني كدابه، شايفني. خلفتي إن أنا تاني مش منه كويسة. ليه؟ يعني مش كنتي خلفتي بنت وخلاص، خلفتي تاني ليه منه؟ خلفت تاني، ما هو اهلي بقى قالوا لازم تعيشي ومفيش حاجه اسمها طلاق ومش عارفه ايه، قال لازم تخلفي. انا خلفت تاني ابني دون، قلت انتهي في ابني، اخلف تاني واعيش بقى مع ابني، انتهي في عيالي، ابعد عنه. بس هو غلط. يا ابله دعاء بيصلي كل فرد بفرده، ملهاش. هو ما بيعملش حاجه مهمه جدا في الاسلام وهي الاخلاق. هو يعني الصلاة دي مش هتنفع. هي يا اختي الكريمه، ربنا لما قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكونه بيعمل كل ده معاكي فده منكر. الاصل ان الصلاه مش تنهى. مش فاهم الدين هو. فانا طبعا فضلت معاه 3 سنين، والله ربنا انا عايشه ازاي، وماليش ام تقول لي معلش يا بنتي، ماليش حد، ابويا متجوز واخواتي متجوزين. جيت اضطريت ان انا اكلم حد في التليفون، ان انا اعيش معاه حياتي، خلاص مش قادره. فجيت حصل مشاكل، فانا حكيت لجوزي قلت له في كذا، في انا بكلم حد في التليفون، هو عرف. حكيتي لا 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 لا، بصي بقى معلش بقى، خلينا كده ايه خطوه خطوه، عشان الموضوع كده دخل في حته عميقه. ايوه. انت خلاص عندك مشاكل الدنيا والاخره مع جوزك، تمام؟ رحتي عرفتي واحد وبتكلميه في التليفون، صح كده؟ وجوزي عرف. جوزك عرف، رحتي قايله له اه. قلت له ايوه عرف، وانا كنت بكلمه، واللي انت بتعمله فيا، وانت بتضربني، وانت بتشتمني، ورحت عند بيت اهلي وخلاص، انت هتطلقني بقى، وانا مش عايزاك يا ابن الناس، وطلقني. نفسي تطلقني، يقول لي لا عشان اطلقك وتكنسين الشقه وتاخدي فرشي وتاخدي الورق اللي قدامي وتعملي. انا اسالك سؤال بس، هو انت لما حصل مشاكل ليه كلمت حد وتحكي له ليه؟ تعبت يا شيخ احمد، ماليش، ما كانش حد بيسال عليا، تعبت من اللي انا فيه. طب انت بتتعبي من حاجه؟ معلش، من غلط تروحي لغلط تاني؟ ما انا غصب عني. انت كان عني. يعني كان المفروض زي ما عملتي دلوقتي كده ان انت طلبتي الطلاق، كنت من الاول طلبتي الطلاق من غير ما تخوني. انا طلبت وغير مش راضي. طب انا جاي لحضرتك في الكلام، انا طلبت وغير مش راضي. المهم انا جيت خلفت ابني، المشاكل برضو، وجي بقى حصل لي ايه؟ حصل لي ان حد دخل، جه بقى الكلام دون من 8 شهور بالظبط. تمام. حد دخل عليا شقتي، واحد شباب ابن عم جوزي دخل عليا شقتي، ان هو عايز يتحرش بيا وكده، فانا صوتت بقى واطلع بره. فجي جوزي من تحت، جوزي كان تحت في الوقت ده، كان هو جاي لجوزي اصلا، قلت له حصل كذا كذا ودخل عليا عايز يتحرش بيا في اوضه النوم، قال لي ده انت اللي قلت الادب، وانت يا رخيصه يا بنت الرخيص،
وانت اللي مش محترمه، وانت اللي وصلتيه كده، وانت اللي خليتيه يخش عليكي، انت لو اسلوبك كويس ما كانش عمل كده. واخواتي كلهم دخلوا في الحته دي، فانا خلاص اضطريت ان انا اسيب البيت وامشي. قلت لا انا همشي ومش هعيش في البيت ده تاني، وانا مش هينفع ان انا خلاص. انا قبل كده اضطريت ان انا اكلم حد في التليفون، واضطريت ان انا ايه اعمل حاجه غلط، ودلوقتي اتكلموا في شرفي انا همشي. فانا مشيت من 8 شهور بالظبط، مشيت عند بيت اهلي ورحت لاهلي وقلت لابويا انا عايزه اتطلق ومش هعيش معاه ومش هكمل. تمام، حصل ايه بقى؟ ايه حصل ايه بعدها معايا؟ ايوه يا فندم، حصل ايه؟ طلقك ولا عمل ايه؟ لا ما طلقنيش، انا رحت بقى ورفعت قضيه. ماشي. رفعت قضيه عليه. احسن. والقضيه مشيت وخلاص، فابويا قال لي لا طلق ايه، مش هينفع تطلقي، مش هينفع تعيشي مع تعيشي متطلقه وعيالك وبنتك وابنك، مفيش حاجه اسمها طلاق. وكلهم وقفوا، انا ليا 4 اولاد وابويا وقفوا قصادي، قالوا مش هينفع تطلقي. ومهم ان هم رجعوني لجوزي غصب عني، وقالوا هتتنزلي على القضيه ولو جه هتروحي ولازم تروحي. انا دلوقتي في بيت جوزي بقالي 15 يوم. وحياتك معاه ايه؟ العلاقه ايه ما بينكم؟ العلاقه بقى لما انا جيت بقى منعني ان انا انزل الشارع، منعني ان انا اكلم اي حد في الشارع، منعني ان انا اكلم حد في البيت. اخواته منعنا نفسهم، قالوا احنا مش عايزينها، وحماتي قالت مش عايزاها تخش هنا، وهو برده كذلك منع عني الفلوس. ما كان يعني الاول كان بيديني يعني حاجه بسيطه، دلوقتي منع عني خالص، قال لي اي حاجه عايزاها في البيت انا هجيبها لك. انت غلطانه ان انت اتنازلتي عن القضيه واتكلمت. انت غلطانه ان انت اتنازلتي واتكلمتي مع حد تاني. لا انت غلطانه في حاجات كتير، هو غلطان وانت غلطان صراحه. وباباكي غلطان، كل الاطراف اللي القصه دي كلها في القصه غلط. دي غلط كلها غلط. باباكي يعني غلطان عشان مش واقف معاكي، وجوزك غلطان في معاملته والضرب والاهانه. هي انت غلطانه ان انت خنتي، وغلطانه انك انت ما كملتيش الطلاق. شيخ احمد جاوب عليها عشان احنا لازم نطلع فاصل. انا هقول ايه؟ طب انا هقول ايه في الحته دي؟ يعني هي اولا اخطات، فلابد ان تتوب وتستغفر الله عز وجل. الامر الثاني يا بنت الحلال، حتى لو والدك مش موافق وانت خلاص كارهه الزوج ده وهو مضايق عليكي كده، روحي شوفي محامي ارفعي قضيه الطلاق. انا دايما اقول كده، لما بيكونش في خلاص الاب واقف ضد الزوجه والزوج واقف ضد الزوجه، اتصلي بالمجلس القومي. دايما اقول كده، اتصلي بالمجلس القومي للمراه وهو يتصرف. ما هتروح فين يعني؟ هتروح فين؟ تنتحر يعني؟ تروح للغلط زي ما هي بتروح مع عظم والجرم اللي هي عملته ده؟ طبعا مصيبه. ربنا يهدي الاحوال. والاهل الابهات والامهات لازم يقفوا في ظهر بناتهم يعني. طب لو في ثقافه، دي ثقافه وهم مش عاوزين غلط، يبقى نعمل ايه؟ الثقافه دي جبناها منين؟ الزوجه بقى تعمل ايه؟ دي حاجه مستجده علينا. طب الزوجه تعمل ايه؟ في حاجه اسمها كده؟ انا هسالك سؤال، الزوجه تروح فين؟ رد عليا. الله يكون في عونها. ما الله يكون في عونها، تروح فين؟ تروح فين الى احد من البشر؟ تروح فين؟ المفروض ترجع لباباها ومامتها. طب باباها ومامتها قالوا لها لا. ما هي دي مصيبه. تعمل ايه؟ تتصل بالمجلس القومي للمراه. ايوه صح. طيب هو ده الحل.